عمل حسابه في عالم البرزخ لمولانا سيد الشهداء. إن الذي كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، إن الذي يلي حساب الناس يلي يتولى. هناك أعوان بكثرة لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام من الملائكة، لعلهم من غير الملائكة أيضا في الحساب، ولكن المسؤول المتولي إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن علي. هذا قبل يوم القيامة، يعني في البرزخ. والحساب في القيامة لأمير المؤمنين. هنيئا هنيئا لشيعة أمير المؤمنين، هنيئا هنيئا لشيعة الإمام سيد الشهداء، هنيئا لهم الموت، هنيئا لهم عالم البرزخ، هنيئا لهم عالم القيامة. هذا إمامهم الحساب في البرزخ كله له، وذاك إمامهم الحساب في القيامة كله له. يعني ماذا؟